يجهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش في يوم شديد الحر والمسافة جدا بعيدة من المدينة إلى تبوك. تلك الغزوة لا يوجد أحد يدون الأسماء التي تريد الخروج، فمن سيتغيب سيغيب أمره على النبي إلا أن ينزل الله فيه وحي. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج ومعه أصحابه رضي الله عنهم. يقول كعب بن مالك وهو صاحب قصتنا: فما زلت أتردد. يقول رضي الله عنه: وهكذا، فيما معنى حديثه طبعا، وهكذا ما زلت أتردد، أقول بعد يوم سأخرج، بعد يومين سألحق بهم، وهكذا. يقول رضي الله عنه: والذي أحزنني أني لا أشاهد في المدينة ممن تخلف عن الغزوة إلا منافق معلوم النفاق، فخفت أن أكون منهم. وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، في الطريق لم يسأل عن أحد، عندما جلس سأل: ما فعل كعب؟ قال رجل كلاما شديدا عن كعب، فرد عليه معاذ بن جبل قال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم. يقول كعب: فلما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم طفق عائدا من الغزوة حضرني همي ماذا أقول له، والله ما عندي عذر أعتذر به أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أحد أجهز مني لهذه الغزوة بدال الراحلة الواحدة التي تحملني عندي راحلتين. وحضرني الهم وما رأيت رجلا صاحب رأي وحكمة إلا وشاورته في الموضوع ماذا أقول للنبي صلى الله عليه وسلم. لما سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل المدينة زاح عني كل باطل، وعلمت أني لن أخرج منه بشيء. كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا طفق من السفر عائدا صلى في مسجده ركعتين قبل كل شيء، والناس يجتمعون حوله، حوله المنافقون يعتذرون: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فاستغفر لهم الرسول منافقون وأوكلهم إلى سرائرهم. كعب رضي الله عنه: فجئته فلما رآني تبسم ابتسامة المغضب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعال نكمل غدا إن شاء الله.